صورة لأحد أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد نشرت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت أزمة في أمريكا، حيث قام مشرعون جمهوريون في إدارة جو بايدن بفتح تحقيق وسط توجيه اتهامات للإدارة الأمريكية بانتهاك العقوبات. فما الذي يحدث؟ وسائل الإعلام الأمريكية نشرت أن محمد مخلوف نجل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الأسد نشر صورة له على موقع إنستغرام في وقت سابق من هذا الشهر، ودار في تلك الصورة وهو في إحدى حانات ولاية كاليفورنيا بأمريكا. تلك الصورة أحدثت ضجة واسعة لأن الولايات المتحدة تضع عقوبات شديدة على عائلة الأسد، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة وجعل نواب أمريكيون يطلقون تحقيقا في كيفية ولماذا سمح لأحد أفراد عائلة الأسد بدخول البلاد رغم خضوع الأسد وعائلته لعقوبات، حتى أن رامي مخلوف والد هذا الشاب يخضع لعقوبات منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، حيث صنف حينها على أنه أكثر رجال الأعمال فساداً في سوريا. وبحسب تعليق المحللين فإنهم توقعوا أن الصورة التي نشرها محمد مخلوف التقطت له في أمريكا بسبب وجود مشروب شهير في يده ومباراة هوكي على شاشة تلفزيونية في الخلفية، بينما زعم آخرون أن مخلوف كان في كاليفورنيا لحضور حفل تخرج. وبحسب تعليق النائب الأمريكي جون ويلسون على صورة نجل مخلوف فإنه يرى دخول محمد مخلوف أمريكا يظهر أن قوانين الهجرة والعقوبات في أمريكا منتهكة. وحول تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على هذا الأمر وسبب السماح لأحد أفراد عائلة الأسد بالدخول إلى البلاد رغم العقوبات المفروضة عليهم، فامتنع متحدث الخارجية الأمريكية على التعليق على هذا الأمر في البداية، لكنه اكتفى بالرد لاحقاً بأن سجلات التأشيرات الأمريكية تعتبر من الأمور السرية، مؤكداً على أن الأمن القومي لأمريكا هو الشاغل الرئيسي عند مراجعة طلبات التأشيرة للدخول إلى البلاد. جدير بالذكر أن تلك المرة ليست الأولى لدخول أبناء مخلوف لأمريكا، فسبق وقد رصد شقيق محمد مخلوف عليه في لوس أنجلوس في عام 2021 حيث كان يقود سيارة فيراري بقيمة 300,000 دولار، وذلك الأمر أحدث حينها ضجة واسعة أيضا في الكونغرس، حيث وجهت اتهامات لإدارة جو بايدن بأنها تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد الذي يرتكب وقائع كبرى بحق شعبه منذ أكثر من عقد من الزمان.